يقول سماحة الشيخ، لاحظنا على سماحتكم مؤخرا القيام بالرد صحفيا على بعض الكتاب هداهم الله، نقدر جهود سماحتكم في هذه الوقفة الحازمة في وجه أولئك الشاذين، ونرجو من سماحتكم توضيح خطورة أولئك الكتاب على القراء وعلى المسلمين جزاكم الله خير. توضيح خطورة الكتاب، هؤلاء الكتاب على القراء وعلى المسلمين. نعم، هؤلاء خطر على المسلمين، لأنهم يريدون تغيير هذا الدين، ويريدون أن الدعاة يتوقفون عن الدعوة، وأن الوعاظ يتوقفون عن الوعظ. هذا معناه يسمونه تجفيف المنابع، تجفيف منابع الدين. إذا منعت الدعوة ومنع الوعظ والتذكير ومنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يؤذن بزوال هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن سيرغمهم الله على رغم أنوفهم، وسيبقى الدعاة إلى الله، وسيبقى الوعظ والتذكير، وسيبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيبقى تدريس العلوم الشرعية رغم أنوفهم. إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا، ولا يضرون دين الإسلام شيئا. والمسلمون لن يفرطوا في دينهم أبدا، المسلمون لن يفرطوا في دينهم ولن يتركوه لقول هؤلاء. فهؤلاء هم الخاسرون، الخاسئون.